اللي حصل فعلا ان احنا مجرد ما انفصلنا بدأت المعاملة بقت تتغير، منعتني من ابني تماما، اضطريت ان ارفع طبعا قضية رؤية وهي رفعت حضانة ونفقة. منعتك من ابنك عشان كنتش بتصرف عليه؟ انا معايا وصولات ان انا كنت بدفع نفقة بدون المحكمة ما تحكم بحاجة، ووقت الانفصال انا ووالدتي اجرنا لها بيت وفرشناه كله احنا المتكفلين بيه بدون المحكمة ما تلزمنا بحاجة. ده في مصر ولا الكويت؟ ده في الكويت، كل ده في الكويت. فانا الموضوع مش موضوع صرف. امال ليه ما كانتش بتخليك تشوف الولد؟ ما اعرفش يعني. بس انت كلامك ان انتوا ما انفصلتوش بخناقه خالص خالص. طب امال ايه؟ هي مجرد ما انفصلنا طب انا عايز اشوف الولد زي ما كنت بشوفه قبل ما احول لها الاقامه، كان بيخليني اشوف الولد في اي وقت. لما جيت اطلب بعد كده عندك محكمه اروح ارفع قضيه ليه بقى؟ اكيد في سبب. ليه دي انا اتمنى هي اللي تقول السبب. اكيد في سبب. هو مش اكيد، اكيد ان في ستات للاسف النهارده بدات تستقوى شويه بالقانون. لا مش قصدي يعني حتى لو انا القانون معايا ان انا ما اوريكش ابنك. تمام. انا ليه مش بوريك ابنك وانت ناقل لي اقامه وانا كويسه معاك ومفيش حاجه بيننا؟ طيب تديني فلوسي. يمكن انا ما اعرفش وما عنديش سبب، بس انا لو هقعد افكر واحلل فيها يمكن طمع في ان المحكمه هتحكم لها بنفقه زياده عن اللي انا بدفعه. هي طلبت منك فلوس زياده وانت رفضت؟ وما حصلش، ومعايا ورقه هي اللي مضيئه بخط ايديها ان انا متقبله النفقه دي علما بظروفك الماديه وكل الاوراق دي موجوده. انا فاهمه ورقه حاجه وشفهات يعني شفوي. طيب انا بقول لحضرتك يعني اذا ما طلبتش منك عمرها. انا ووالدتي فرشنا البيت من غير هي ما تطلب وبندفع ايجار وعملنا. بس طلبت منك فلوس؟ ما طلبتش اي فلوس زياده. انا ما عنديش سبب ومش ده يعني. ما سالتهاش لما قالت لك شوف المحكمه؟ ما سالتهاش ليه بتعملي كده؟ ما خلاص انا مش هسال يعني. انا بشوف ابني وبتعامل معاكي بما يرضي الله وسبتك في البلد بما يرضي الله وبدفع النفقه بما يرضي الله بدون محكمه ما تجبرني على الكلام ده. لا لما هي قالت لك روح شوفه بقى بالمحكمه، رحت رفعت قضيه. ليه؟ رفعت قضيه مباشره. ما سالتهاش ليه بتعملي كده؟ وطبيعي مش هسال. ليه؟ لان طبيعي ان انا هسال يعني. اللي يخلي بني ادم يتحول في يوم وليله بس ده كلام ما يتقالش غير في خناقه. هو مفيش خناقه؟ ما هو لو في خناقه انا هقول برضه يعني. هو طبيعي ان كان في المشاكل الزوجيه وقت الزواج، انما وقت الانفصال احنا قبل الطلاق انفصلنا لفتره جوه البلد وانا ملتزم بفلوس وملتزم بمصاريف وما طلقتش وملتزم بكل حاجه وعلاقتي بيها كويس وبشوف ابني في اي وقت انا عايزه. قعدت يمكن طلعت عينها كتير معانا ما طلقتها؟ ولنفترض ليه اتقال طلعت عينها؟ ليه ما اتقالش ان انا ما كنتش عايز اطلق وعايز احافظ على البيت وعلى ابني؟ عشان هو صرحوا لنا بالمعروف يعني. طيب يعني قعدت قد ايه عايز تطلق وحضرتك ما طلقتهاش؟ يمكن من شهر تقريبا، شهر ونص بس. مش مده طويله. المشكله اللي حصلت كانت في يناير، الانفصال حصل المشكله حصلت في نص يناير بالظبط، الانفصال يمكن تقريبا كان في اول شهر 3. لا بس حضرتك بتقول هي كانت عايزه تنفصل اول ما وصلنا الكويت وهي حامل. تمام. وبعدين قلت احنا انفصلنا بعد ما خلفت بست شهور. احنا اول ما جت الكويت كان في مشاكل اللي هي لازم تؤدي للطلاق في النهايه، انما فضلت الحياه مستمره وفضلنا احيانا كويسين. طلق احيانا كويسين واحيانا في مشاكل. هو مش على طول الخط كان مشاكل. قصدي انها تعتبر قعدت سنه ونص مش مبسوطه. ولا انا مبسوط، بس هو الطلاق خراب البيت مش بالسهل. هي مش لعبه، في ولد جاي في الطريق وفي بيت وفي مسؤوليه وفي حياه المفروض انها كانت بتتبني، وخصوصا ان مفيش سبب للطلاق. بس ما حدش هيقدر يعيش مش مبسوط طول عمره يعني. وده اللي احنا حصل في الاخر. انما برضو لو انا اول كلمه هتتقال لي من اي ست النهارده هتقول لجوزها طلقني هيروح يطلقها، مفيش بيت هيعمر في مصر.